هل سبق وأن عرفت أن هناك عمر للأذنين؟ فكلما تقدم الإنسان في العمر كلما ضعف نطاق سمعه تدريجيا. وفي هذا الفيديو اختبار سمعي لمعرفة كم عمر سمعك. استمع وأخبرنا على التعليقات كم من الأصوات التالية يمكنك سماعها. حسناً، إذا تمكنت من سماع تردد 8000 هرتز فمن المؤكد أن سمعك سليم، ولكن كم عمره وهل هو ضعيف؟ سنستمر في رفع التردد ولنكتشف ذلك معاً. إلى أي مدى تمكنت من السماع؟ إذا تمكنت من سماع جميع تلك الترددات فعلى الأرجح أن سمعك تحت 20 سنة، لكن هذا لن يدوم للأبد. على عكس الأعضاء الأخرى مثل الكبد أو الجلد، الأذن الداخلية ليس لها القدرة على التجديد. ففي أذنيك آلاف من الخلايا العصبية الصغيرة تسمى الخلايا المشعرة. هذه الخلايا مسؤولة عن التقاط ترددات مختلفة وإرسال إشارات إلى الدماغ. ومع التقدم في العمر، تعرضك المستمر للضوضاء والأصوات العالية قد يقطع ويثني ويدمر هذه الخلايا. لذا ما هو سبب عدم قدرة البعض على سماع الترددات العالية التي سمعناها قبل قليل؟ اتضح أن الخلايا المشعرة المضبوطة على الأصوات المنخفضة هي الأولى التي تواجه الموجات الصوتية، ونتيجة لذلك فهي تتعرض للمزيد من الضغط وتميل لأن تضعف مبكرا. ولهذا كلما تقدمت في السن كلما ضعف سمعك للأصوات المنخفضة تدريجيا، لأن هذه الخلايا تتلاشى حسب الأكثر استخداما. هل لديك سؤال ملح تحتاج الإجابة عليه؟ اسأل في التعليقات واشترك في القناة للمزيد من المقاطع العلمية.